عليكم، ازيكم؟ النهارده خروجتي رقم 2 مع ياسمين. هاي. والنهارده اليوم هيكون طويل شويه، فهنبدا باول حاجه. الساعه كام دلوقتي ياسمين؟ الساعه 11:30. فهنروح ستاربكس نشرب قهوه، وتابعونا وشوفوا اليوم كله هنعمل فيه ايه. خليكم معانا. هروح اشتري واحد. قدامنا طابور طويل، لسه بدري. انا وياسمين بس بفكر اخدها يعني بفكر اخدها ونروح نتمشى على كوبري ستانلي احسن من القعده. البيبي دي جميله قوي، عماله تضحك لنا من الصبح. ف نروح على كوبري ستانلي احسن ياسمين. ماشي. احنا دلوقتي اهو على كوبري ستانلي. منظر البحر. نعم نعم. استني اسمي هوريهم البحر. المنشية، هنروح بقى المنشية وغنية الستات وهوريها لكم وتشوفوا هتبقى عاملة ازاي. احنا داخلين تقريبا في زنقة الستات، فتابعونا بقى وشوفوا زنقة الستات عاملة ازاي. خلي البوليس عندك غير شوية كده. ماشي. بص يا يما، انت خلصت تطبيق نفسك؟ لو اتصلت بيه تعمل مهمة معينة. حلوين الحاجات دي. بكام دي لو سمحت؟ ما عندكش فكرة لسه؟ ها؟ زنقة ستات بقى، هي زنقة ستات فعلا. لا هو في فص بس حلو الانسيال ده. اسمه ايه يا فندم؟ بس كام وصفه كده حلوه للشعر وللجسم وللبشره. في حاجات البشره عندك؟ يعني بقى نقرب منه شويه عشان بس هو مش عايز يبان. في تركيبه اسمها لبن جوز هند. دي اسرع تركيبه لتفتيح الهالات السوداء والبوع البني والاماكن الداكنه اللي في الجسم. داخل لبن جوز هند داخلها جنين القمح واللانولاين والجليسرين وكذلك المانيكات وحبوب اللقاح والجينسنج والبروبلس والرده البيضاء والحنه البيضاء وزيت اللبان والترمس والمره. طب استنى، بيبان بعد قد ايه كل ده بقى؟ دي بتستعمليها بخلال شهر مرتين في الاسبوع. من بالليل للصبح، والصبح بتكسري بصابونه بابلز. اللي هي الصابونه دي. انت عملت شكرلي في الصابونه دي كتير. هي حلوه بجد يعني ولا كلامه خلاص؟ بجد والله؟ عشان حطيتها في فوجة المحل. صابونه لو خدت حته صابونه هتيجي تاخدي كل مره منها وهتجيبي صحابك تاخدي منها. البشره والاماكن بس التانية. هي في واحده للبشره واحده للجسم واحده للشعر ولا هي بتاعت كله؟ لا، بشره وجسم وشعر. ثلاث صابونات. ثلاث صابونات. 10 جنيه. واحدة ب10 جنيه؟ طيب، وانت قلت لي في خلطة زيوت كويسة برضو صح؟ خلطة زيوت مكونة من الخروع والجرجير وحبة البركة وزيت الزيتون واللوز والحشيش والسمسم ودهن الحية والنخاع والصبار وجوز الهند وطير الجبل والبابونج والمرمرية والروزماري ودهن شقائق النعمان والأرتيتيون والزيزفون والعرعر والأملج والبلاهي. دي للتساقط وللإنبات وللتنعيم وللتطويل وتقويض الجذور. يعني نتيجتها بتبان بعد قد ايه؟ الجذور دي كلها النتيجه بتبان بعد قد ايه؟ بتستعمليها مرتين في الاسبوع، من بالليل للصبح، والصبح بتغسلي بصابونه بابلز. دي ماشي. دي اسرع صابونه للشعر، فيها 7 زيوت. طب تمام. بس
يعني ده مش ده يعتبر حمام زيت اللي انت بتقولي ده حمام زيت من بالليل للصبح والصبح بتغسليه بالصابون الصبح بتغسله عادي هتلاقي البصيله بتاعت الشعر قوت والشعر تقل وزايد عليه بقى النخاع النخاع الجملي ده مفيد جدا لتتقيل الشعر وزيت البراري لاطاله الشعر والحشيش بيساعد على تقليل التساقط بتاع الشعر وينبت لك الشعر في الاماكن الفاضيه طب تمام خلاص ماشي انا كده ممكن اخد الزيوت بتاعت الشعر عطوره الوصفه هتطلعني في بتاعها لا بين ودانك بس خلطه الزيوت و جواها النخاع هيتسيح على النار صح هيتسيح على النار الاول كلهم مع بعض عشان النخاع ده يسيح ايوه وبعد كده يتعمل حمام زيت مرتين في الاسبوع مع الصابون طيب اما اجرب بقى هبقول لكم عامله ازاي شيرة وياسمينة ودلوقتي هنروح نتغدى علشان جعلين جدا فبعد الغدا هنروح اخر مشوار بس تعالوا شوفوا بقى هناكل احنا ايه الاول دلوقتي انا وياسمينة في سبيكترا مستنيين الاكل من الصبح يعني ما اكلناش حاجة فكل واحدة فينا نقت يعني المهم ان هي نقت زي المفروض كانت تلاقي حاجة مختلفة عشان ناكل من بعض بس شو مشكلة بقى الاكل وصل وطلبت انا تشيكن جريل مع مشروم وباستا بالريد صوص واشرب بريل هناكل وبعد ما ناكل اخر مشوار هنروحه هتشوفوه معانا فتابعونا اكتفنا الاكل يعني خلاص ما بقاش منه حاجه بقى منه حاجه بسيطه بوظت الياسمينة الدايت على فكرة يا جماعة انا لسه قايسة وزني هوريه لكم لما انزل تحت انا وزني كام انا وزني وطولي انا مش تخينة انا رفيعة قصدك ايه ف مش قادرة يعني احنا في اخر مشوار عندنا يعني ربنا يدينا الصحة بقى وطولة العمر ونقدر نروح فما اعرفش بقى يعني يدعون لك ان هو ايه يتراحى على خير مش عارفه شكل انا وياسمين هننام هناك يعني تابعوني قبل المشوار الاخير هوريكم في العربيه وزني وطولي كام عشان ما تقولوش عليا تخينه تابعوني وزني وطولي طولي 163 مع اني والله لسه كنت قايسه طولي كان 164 ما اعرفش ازاي بقى 163 بس مش مشكله يعني ووزني 62 كنت 64 خسيت شويه يعني ف مش تخينه قوي وصلنا مكتبة اسكندرية بالليل عشان في حفلة
على طول تعبها معايا كده، وان شاء الله نشوفكم في الفيديو التاني. يلا باي باي.